لسه برضه مش عايزه تاكلي؟ خفيش ابعد عني. انا كده كده هنكلم ابوك النهارده وهيدفع وهتروح لاهلك النهارده. ابعد عني ما تلمسنيش. بقول لك ما تخافيش. ايه انا مش عايزك تخافي. اهدي كده. تخافيش. ما تخافيش. ما تخافيش انا جنبك مش هسيبك. انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا مش هتركبوا وانا الفاضي. ايه اللي عملتيه ده يا بنت المجنونه انت؟ اقسم بالله لو جيت جنبها لكون فصل راسك عن جبتتك. كلمي على قدك يا ولية انت. امشي اطلع بره. اطلع بره. ما تخافيش يا جنبك. مش هسيبك. سلمى ردي عليا يا بنتي. ما تعمليش في نفسك كده. سلمى يا حبيبتي دي حاجه كانت غصب عنك. سلمى عيطت ان شاء الله هترجع صدقيني. سلمى سلمى ردي عليا. سلمى يا بنتي سمعيني صوتك مش كده. يا بنتي حرام عليكي. طمنيني. طيب اتصرف. المهم ال 2 مليون جنيه يكونوا عندي النهارده. اعمل اللي انت عايز تعمله. المهم ال 2 مليون جنيه يكونوا موجودين في حسابي النهارده. مفهوم؟ يعني النمره دي ما اتصلتش غير بنمرت انا بس؟ اكيد يا ساره. طب اديني عنوان المحل. ايوه فين؟ عارفه. طب انا متشكر يا ساره. يحيى رايح فين؟ اقف هنا كلمني. انت رايح فين؟ مش هتطلع من البيت. اوعى يحيى. ايوه يا عم. انت رايح فين؟ انا عرفت المحل اللي باع النمره اللي اتكلمت منها ايتك. يا سلام. عايز تروح لهم على هناك؟ وفي بقى يا استاذ كان في حد من افراد الناس اللي خطفوا البنت موجود هناك وشافوك انك ما بتلمهمش الفلوس ولا حاجه. تفتكر هيعملوا ايه في البنت؟ انا عارف كويس انا بعمل ايه. استنى عندك. اسمع انا مش ناوي ابدا انك تخليني اخسر ايتن زي ما خليتني قبل كده اخسر منى ويوسف. انت فاهم؟ طب وانت عايزني اعمل ايه؟ انا بالعافيه جمعت 500,000 جنيه. اجيب 2 مليون جنيه منين وانا محجوز على فلوسي يا املاكي؟ انا هجيب لك ال 2 مليون جنيه والنهارده. هتجيبهم ازاي؟ مالكش دعوه. انا هتصرف. بس اسمعني كويس. انا مش عايزك تتحرك خطوه واحده من المكان اللي احنا موجودين فيه ده قبل ما اروح وارجع تاني. وحاجه تانيه مهمه. لما ايتن هترجع بالسلامه ان شاء الله انا هاخدها معايا وانا مسافر. وده كلام نهائي. ما فيهوش اي نقاش. مفهوم؟ اهدى يا يحيى وما تزعلش من عمي. هو عنده حق. نجيب ايتن الاول وبعد كده ابقى ادور على اللي عملها براحتك. اوعى يا غدا. لا يا يحيى مش هوا. اوعى يا يحيى. لا يا يحيى. ينفع كده يعني؟ انتوا بتتودودوا على ايه؟ انت مالك انت يا صفاء؟ انت مش ناوي ترجع البت لابوها صح؟ انت يا حبيبتي اللي عملت كده وما سمعتش الكلام ورحت الشغل النهارده زي ما قلت لك وقعدت ترغي قدام البت وترد بالكلام وهترجع لابوها وتحكي له على كل حاجه وتبقى خلصت ام علاه. بص يا صفاء انا هاخد الفلوس يا بنت الناس وهبق ومحدش هيعرف يجيب قرار. الدور الباقي عليك انت بقى. انت تحت ايديهم وقريبه منهم وهيجيبوكي. وبعدين اوعي تنسي ان انا عملت كل ده علشانك ام علاه. واوعي تنسي يا حبيبتي ان الراجل ده هو اللي قتل جوزي ابو ابنك ام علاه. ماشي تعالي يا حبيبتي بقى كده ناخد الفلوس ونبسط بيها انا وانت بدل ما تبسط لوحدي وانت تقضي بقيه حياتك في السجن. وبعدين بص يا ستي انت لغايه دلوقتي ايدك نظيفه. زبادي هيتصرف وانت مالكيش دعوه. امان يا ست الناس.
شامم ريحة زفارة. يا عم خليك في حالك بقى، ربنا يخليكي في حالك يا رب يا أم علاء. ايوه عشرة. ايه؟ وايه اللي خلى صفاء ما تجيش النهارده؟ طب خليك وراها لحد ما ترد. غريب فين؟ يعني ايه ما تعرفش طريقه؟ دور عليه. ايه الاخبار يا عمي؟ يحيى فين؟ يحيى خرج. خرج؟ انا مش قلت له ما يتنقلش من هنا؟ ما انت عارف يحيى يا عم، عشان كده قلت له الكلام ده. انا عايزاك تهدى بس، يحيى عمره ما هيغامر بحياه ايتي، دي برضو بنته. طيب انا هطلع اطلع الفلوس دي فوق قبل ما يتصلوا الجماعه بينا. سلمى فين؟ مش عايزه تقابلك. لو سمحتي انا قلقان عليها، بعد اذنك طمنيني عليها وقولي ان انا تحت. اذا كنت مش عايز تتكلم معايا هتتكلم معاك. اه حضرتك لو طلعتي وقلت لها عمر تحت هتنزل تكلمي. انا متاكد ان حضرتك طلعتي اداء واجب، خبطتي خبطتين وانزل. يحيى بيه، يحيى بيه ابو سيدك، الحقنا بسرعه، ايتين معايا هنا. ايوه منين؟ مش مهم، انا اصلا في المركب. قولي لي انت فين بالظبط. حاضر هقول لك، مش حافظه العنوان بالظبط. لما تنزل من الموقف تمشي في الشارع ده على طول، هتخش اول شمال في التاني يمين هتلاقي مبنى قديم كده مخزن. ابو سيدك الحاجه بسرعه يموتوها. انت بتكلمي مين يا صفاء؟ ما بكلمش حد. يا نهار ازرق، وريني التليفون ده. انا مش هسيبكم تموتوا البيت. يبقى انت اللي هتموت يا روح ام. بوظت حالي يا صفاء، منك لله. ممكن تهدي بقى شويه؟ ايتم مش هترجع يا عمر، انا عارفه انها مش هترجع. ايه اللي حصل؟ حصل. انا عايزك انت دلوقتي تاخدي بالك من نفسك. ممكن ويحيى، يحيى هجيب الفلوس دي منين؟ إيه؟ انت مالك بقى، يجيب الفلوس دي ولا ما يجيبهاش اصلا؟ انا اول مره اوافق على الكلام اللي بيقوله عمر. انت ازاي تفكري في الزفت ده اللي اسمه يحيى؟ مش كفايه اللي حصل لينا بسببه؟ عايزه تموتي نفسك علشانه؟ انا صحي زعلانه على البنت، وبدعي ربنا ليل ونهار انها ترجع بالسلامه، لكن انت كده هتموتي نفسك. يا مامي ايتن، ايتن بتجيلي العياده من وهي عياله صغيره. انا مش عارفه انا ازاي عملت كده. اهدي كده واسمعيني، انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل. انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل. طب مش نكلم الراجل ده نطمن عليه بدل ما احنا قاعدين كده زي خيبتها؟ هنكلمه ازاي يا شفيقة واحنا ما معناش نمرته اصلا؟ طب واستاذ حازم معكيش رقمه برضو؟ اتكتم يا شفيقة اتكتم. هو كل حاجة اتكتم يا زفتة اتكتم يا زفتة. سمعتي؟ ايه؟ زي ما يكون في حد فتح الباب. لا ما سمعتش حاجة. انا استهيألي سمعت، هقوم اتأكد. بس يا بس يا بس
ايتن بابي ما تخافيش ايتن. يا نهار ازرق ارمي يا باشا السلاح اللي في ايدك ده، لا قطعها 50 حته وسايح دمها قدام عينك. هو ده اخره المعروف يا غريب؟ لا معروف ايه بقى، ما غريب الا الشيطان. بقول لك يا باشا، انت فاكر ان صفاء دي شريفه؟ دي زعيم العزابه وشريكتنا في كل حاجه. انا عد من واحد لخمسه، لو ما سبتهاش ورميت السلاح اللي في ايدك ده هضربك بالنار. لا يا باشا ارمي السلاح ايه، هتموتني زي كل اللي موتتهم قبل كده. روح يا باشا الله يخليك في حالك. ايتن انت كويسة؟ يا حبي انا مين اللي دلوكوا على مكان المول اللي خطفته منه ايتن؟ معرفش، غريب قال لي ان في وعد مرتب له كل حاجه وهو على التنفيذ بس. يعني انتوا ما كنتوش شغالين من دماغكم ها؟ مين اللي رتب لكم الموضوع ده انت؟ والله ما اعرف، انا كان كل اللي في دماغي ارجع حق جوزي اللي انت قتلته، اخد ديته منك وبنتك ترجع لك تاني. ما كنتش اعرف ان غريب ناوي على الغد. بابي ما كنتش هتلاقيني عايشه. انا ما قتلتش جوزك على فكره، جوزك وقع من فوق سطوح الفيلا وهو بيحاول يقتلني. كانت غلطتي اني ما قلتلكيش الحقيقه دي قبل كده. انا هبعت لك 100,000 جنيه بكره الصبح تصرفي منهم على ابنك، بس مش عايز اشوف وشك تاني. فاهمه؟ يلا ايدي. يا شفيع في حد جه ولا ايه؟ يا بنتي ما بترديش ليه يا شفيع؟ شفيع شفيع يا شفيع 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 ما الحمد لله. اللهم ألف حمد وألف شكر. سيبها لي شوية بقى. بالله السلامة، وحشتيني. أيتن أنا عارف إن هو ما ينفعش أمشي وأسيبك دلوقتي، بس أنا مضطر، في حياة اتنين متعلقة في رقبتي ولازم أروح لهم. ما تقلقش عليا يا بوبي، أنا فاهمة. يحيى لازم تبقى عارف إن الاتفاق اللي بيني وبينك لسه زي ما هو بالظبط. هيا ايتن جدو هياخدك مني؟ سيبني اجرب يا بوبي. ما تخافش عليها يا يحيى، صدقني السفر دلوقتي احسن لك واحسن لها. تمام. طيب انا مش هتاخر. خلي بالك من نفسك، انا سوي ودي يا ستي.